أهلا بكم مشاهدينا أعزائنا. لا أحد ينكر أن عملية اختيار التخصص الجامعي أو المسار الجامعي المناسب قد تكون في معظم الأحيان مثيرة للتوتر والخوف، نظرا لأن الكثيرين يفكرون بالأمر على أنه خطوة مصيرية ستحدد مستقبلهم إلى الأبد. لا تقلق عزيزي الطالب، فالتخصص الذي ستختاره لا يعني بالضرورة أنه سيقودك إلى وظيفة واحدة فقط مدى الحياة، إلا أنك رغم ذلك ستقضي وقتا طويلا في دراسته. لذا عليك أن تتعلم كيفية اختيار التخصص المناسب لك قبل أن تلتزم به لسنوات عدة. أعزائنا، في حلقة اليوم من برنامج مستقبلك خيارك سيكون معنا أيضا في الاستوديو، نرحب بالأستاذ فيصل الصالح مدير الإعداد والتدريب والتأهيل التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا نورتنا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، سعدنا فيكم. الله يسلمك استاذ فيصل. يعني قبل ان ندخل بتفاصيل معهد اعداد المدرسين وما الى هنالك، ما الطريقه الذكيه التي يجب بالفعل ان يختار الطالب فيها تخصصه الجامعي؟ طبعا اتحدث الان بصرف النظر عن الدرجات، هو لديه اكيد مجموع محدد ومفاضله وما الى هنالك، ولكن من بدايه تاهيل هذا الشخص بالمرحله الثانويه. بداية أهلا وسهلا فيكم. بالنسبة بدي أحكي أنا عن معاهد إعداد المدرسين، هو اختصاصنا كوزارة التربية، أما كجامعة هي طبعا مفاضلة مثل ما حكيتي. أكيد هي حسب رغبة الطالب. وبالمادة المتميز فيها بيكون بيقدم على الاختصاص اللي بيناسبه. يعني بكون متميز بالرياضيات بنتجه لمثلا اختصاص رياضيات، اللغة الإنجليزية بروح للغة الإنجليزية. نحن في وزارة التربية عندنا معاهد إعداد المدرسين، وهي التي تشمل فيها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم. تماما. أربع اختصاصات تتبع لمعاهد إعداد المدرسين. هذا معاهد إعداد المدرسين هي ملتزم، يعني يتخرج الطالب من المعهد ويتعين مباشرة. تماما. نعيد الاختصاصات، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم. تمام. ويوجد لدينا معهد التربية الفنية. الرسم يعني مثل ما معروف، ويوجد لدينا معهد التربية الموسيقية. بالضبط. يعني نحن عندنا حاليا ست اختصاصات تتبع لمديرية التأهيل والتدريب التربوي. طبعا الاختصاصات يعني حسب مفاضلة. الآن يعني قبل أن ندخل بموضوع المفاضلة، هناك آلية للطالب ليختار هذه المعاهد حسب الدرجات بالبداية، ولكن يجب أن يمتلك هو الرغبة أساسا. أكيد. بأنني سأنتقل الآن إلى مسؤولية كبيرة، ألا وهي تأهيل جيل بكامله. طبعا. وتعليمه في شروط محددة قبل أن ندخل بهذا التفصيل. أكيد. هلا في شروط مهارية ربما. شروط للقبول في معاهد إعداد المدرسين هي مهارية، يعني قبل ما تكون مهارية لازم يكون في شروط مثل ما بنقول خليها تنطبق على الطالب، لازم يكون من أبناء الجمهورية العربية السورية مثلا. تمام. أول شرط. ثانيا لازم يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة بفرعها إما الأدبي أو العلمي دورة 2024 بإحدى الدورتين. في هذا العام عندنا بتوقع آخر سنة حسب ما بنعرف إنه آخر سنة هي في دورتين، السنة القادمة هي دورة واحدة فقط. تمام. بقى هون بفاضل الطالب على إحدى الدورتين للعام 2024، إما علمي أو أدبي، ألا يكون يتجاوز عمر الطالب 23 عام. يعني لازم، وهذا شرط ضروري. تماماً. يعني وأساسي. يعني لازم يكون من مواليد 2001، 2002 وما بعد، يعني أن يكون حاصل على 50% من مجموع الشهادة الثانوية العامة بعد طي مادة التربية الدينية واللغة الإنجليزية وأحد اللغتين، إما الأجنبية إما الفرنسي أو الروسي. تمام. يعني الطالب بده يعمل طي لمادة التربية الدينية وأحد أو اللغتين، إما الإنجليزي أو فرنسي أو روسي، يعني حسب اللغة التي كان يدرس بها. نعم. بعد يبدأ بالتقدم بالأوراق الثبوتية. يتقدم بالأوراق. طبعا نحن بدنا نحكي لك شوي عن المعاهد. هي كانت المعاهد فترة من الفترات توقفت منذ عامان لحد السنة في عندنا تخريج طلاب معاهد إعداد مدرسين ملتزم، يعني بحدود 3000 أو أكثر تقريبا سيتم تعيينهم في كافة المحافظات حسب حاجة كل محافظة. هي طبعا تم إعادة افتتاح المعاهد والقبول فيها بسبب الحاجة الماسة للميدان التربوي، يعني في نقص
كان في المدرسين المساعدين. طبعا المعاهد هي تختص بقسم الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، يعني الصف السابع الثامن التاسع، يعني خريجين المعاهد المدرس المساعد اختصاص الرياضيات مثلا أو كذا يدخل لتدريس الصف السابع والثامن والتاسع حلقة ثانية. طيب خلينا نتوقف دقيقة عند هذه النقطة. الآن معلم الصف هو الذي يقوم بتدريس الصف من الأول، الحلقة الأولى، أيوة، من الأول إلى الرابع تماماً، ومن الخامس إلى التاسع حلقة ثانية. معهد إعداد المدرسين هو المعني بهذه المادة، يدرس كل المواد أم مادة الاختصاصية الاختصاص؟ حسب الاختصاص. نعم. يعني الرياضيات بيدرس مدرس مساعد اختصاص الرياضيات، إضافة طبعا لمدرسين حملة الشهادة الجامعية اللي بياخذوا ساعات أكيد. تكليف أو المثبتين بناء على التوجيه هذا التربوي. هذا أكيد على حسب الشواغر، يعني ممكن نعم. مثلا ما بيكفي مدرسين مساعد بياخذوا مثلا جامعيين أو بيكون بالأساس وكيل، بيجيبوا وكيل أو ساعات حسب أو سد كذا حسب الشواغر. الاختصاص. نعم. بالنسبة لآلية القبول بالمحافظات أيضا أود التركيز بجانب مهم، ذكرت بأنه بمحافظات مختلفة وليس في كل المحافظات حسب أيضا الحاجة. إن نعم. أراد الطالب الانتقال من محافظة إلى أخرى بعد أن يسجل بالسنة الأولى، هل هذا الأمر مسموح أو أراد أن يغير التخصص في إجراءات هلا محددة؟ نحن معاهد إعداد المدرسين هي تتبع للمجلس الأعلى التقني وهو يتبع لوزارة التعليم العالي، يعني الشروط إن كان النقل أو بده يغير اختصاص أو تحويل لغير فرق، هي تأتينا هي عبارة عن تعليمات تأتي جاهزة من المجلس الأعلى التقني للمعاهد. في مجلس أعلى تقني يتبع لوزارة التعليم العالي، طبعا وزارة التربية عضو فيه، وهن بيقرروا الشروط إن كان للنقل يعني ليس والتحويل واضحا الآن، ربما يتغير هذا الأمر يسمح تماماً. به أو لا يسمح بناء على المتطلبات لكل محافظة. حاليا حاليا مثلا إذا طالب اختصاص رياضيات يريد أن ينتقل من دمشق إلى مثلا ريف دمشق، نعم ممكن ولكن ملتزم، هو ينتقل وممكن يعني، ولكن هو ملتزم بالتعيين في المحافظة التي تقدم لصالحة، تفاضل لصالحة. أنا فاضلت لدمشق بدي التزم بعد التخرج من هالسنتين بدي درس بمدارس دمشق لمدة خمس سنوات، ملتزم خمس سنوات بهذه الاختصاصات التي ذكرناها تماما، العلوم والرياضيات اللغة الفرنسية والإنجليزية. نعم. لمدة خمس سنوات ضمن عقد، هذا يعتبر عقد التزام. هو التزام تماما التزام. تماما. وبعد هذا الخمس سنوات يحق له، هذا رغب بالانتقال الى غير محافظه او مكان ثاني او كذا يحق له، ممكن يجدد الموضوع مع التربيه كمعاهد يعني ملتزمه كانت، فانا اصبح لدي خبره. انا اتحدث الان عن الفرص المستقبليه للطالب كما ذكرنا بالمقدمه. يعني قصدك انه مثلا خلص بعد خمس سنوات سنتين. خلص سنتين تمام الان بالضبط. هو التحق بالمدرسه لمده خمس سنوات تمام. شو اللي بيصير بعد خمس سنوات؟ بيضل هو مكانه يعني، ولكن هو اذا تمام. انا حسب يعني في حال انه انا بدي اترك مسموح، ولكن مسموح. انت اذا المدرسه بحاجتك فانت مستمر سنوات. تماما بالضبط، هذه تماماً. نقطه جدا طبعا مهمة. هو يعني في اسئله كثير حول القبول في المعاهد، يعني الرياضيات والعلوم طبعا مثل ما حكينا، انا بدي هلا في بدي اروح اقدم اوراقي على المعهد مثلا، في فحص شفوي او مقابله شفهيه، يعني خلينا نقول مقابلة شفهية، دخلت على المعهد، يوجد في كل معهد لجنة مؤلفة من موجه اختصاصي وفي طبيب صحة مدرسية. يعني أنا طالب مثلا فات ليقدم أوراقه مشان القبول مشان يدخل لمفاضلة المعاهد تمام. طبعا هي المقابلة بده يكون فيها موجه اختصاصي للمادة، وبده يكون في طبيب صحة مدرسية مشان يشوفوا قدرته على النطق، نطق سليم بيكون، يعني ما يكون في عنده مشكله اهليه التواصل مع الطالب تماما. هي هون هي اللجنه ما قبل المفاضله، يعني حتى دراسه شخصيه هذا تماماً. المدرس بالنهايه هو يتعامل مع اطفال ومع جيل بكامله، سيكتسب اكيد من ناحيه تدريبيه مجموعه من المهارات، ولكن يجب أن تكون هناك أرضية، فهذا هو الهدف تمام. الأساسي من المقابلة الشفهية، وهذا الأمر موجود بكل التخصصات مبدئيا. نحن صدر منذ أيام موضوع الشروط التي تتعلق بالتقدم لهذه المفاضلة، فيبدأ التقدم يوم الاثنين الثاني من أيلول ويستمر حتى الخميس. بالنسبة لنا قلت لك في معهد إعداد المدرسين هي مفاضلة مستقلة تمام لحالة، وفي معهد التربية الفنية والموسيقية مفاضلة كمان لحالة مستقلة تماما. هلا في عندنا هون تواريخ بالنسبة لل
هلا بالنسبة لمعاهد إعداد المدرسين من 2/9 ولغاية 12/9 نعم، بما بيقدم يتعلق أوراقه. بمعاهد إعداد إعداد المدرسين، المدرسين كان رياضيات ولا علوم إنجليزي أو فرنسي. أما طبعا بالنسبة للتربية الفنية التربية والموسيقية، الفنية والموسيقية من 1/9 إلى 8/9، طبعا هاي تقديم أوراق، بس قدم أوراقه بهالمعاهد للقبول. مثلا في عندنا اللغة الإنجليزية والفرنسية في امتحان مؤتمت، بده يكون ب 18/9، يحدد أيضا أي موجود محدد، ب 18/9. أي قسم ما اللغة المهارات الإنجليزية. التي يتم قياسها؟ يعني هي نفس المهارات اللي كان عم بيدرسها خلال فترة ويضاف عليها أيضا طبعا درجات من هو نوعية، يعني فقط لاختبار أيضا كفاءة هذا المدرس بمادة اختصاصه. بالنسبة قلت لك اللغة الإنجليزية والفرنسية بده يكون في امتحان مؤتمت ب 18/9 بده يصير. طبعا هذا الامتحان هو بده يقيس قدرات الطالب، يكون مثلا هلا باللغة الإنجليزية لازم يكون في عنده شوية اطلاع على الريدنج، الجرامر، كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل، يعني شغلات ما يعني تكون ضخمة، هي عبارة عن الفيرست ستيب مشان الخطوة الأولى بالضبط، للدخول يعني لمعهد. ما بيكون في عندنا يعني أسئلة مثلا بنقول احنا تمايز او نوعي شيء عام لا هو بمهارات التأهيل او التدريب او حتى بالتواصل مع الأفراد، هي مادة هي تخصص مادة بحتة. تخصص، يعني هلا أنا بدي فوت على اللغة الإنجليزية لازم يكون في عندي أساس قاعدة نعم مشان فوت على هذا الاختصاص. هلا بالنسبة مثلا أنا حكيت لك في عندنا الإنجليزي والفرنسي في لهم امتحان مؤتمت بده يكون ب 18/9، كل محافظة بمحافظتها، يعني اللي مسؤول عن الامتحانات بده يكون، نحن بيكون أسئلة مركزية توزع على المحافظات، بده يكون المسؤول عن الامتحان هو مدير التربية، وفي موجهين وفي اختصاصيين تحت إشرافهم. يعني بالنسبة للرياضيات مثلا لازم يكون لما يقدم اوراقه في امتحان، انه لما يقدم اوراقه في مقابله شفهيه له الراي اللجنه بالقبول. بيقدم اوراقه لازم يكون في شرط العلامه ماده الاختصاص، اي تحديدا ماده من بمادة المواد مثلا الاختصاص في درجات. رياضيات علوم لغه انجليزي او لغه فرنسيه لازم يكون 60%، يعني لازم يكون معدل 60% وطالع. وهذا شرط اساسي ومنطقي، يعني كيف تماما بدك تكون مدرس بهذه الماده وانت مقصر ربما صحيح. بمجال ما، فشرط ال 60% هذا اساسي بالنسبة لكل وضروري. المواد الاختصاصية. بالنسبة للعلوم، احنا هلا العلوم هي تتضمن بقسم العلوم عندنا بمعهد اعداد المدرسين تتضمن علم الاحياء والفيزياء والكيمياء، يعني بده يكون هلا انا بدي ادخل على معهد اعداد المدرسين قسم العلوم لازم يكون جايب 60% من مجموع الدرجات لها المواد ثلاث الثلاث مواد تماما، علم الاحياء الفيزياء الكيمياء، هي 3 مواد مجموعا بالبكالوريا 900، لازم انا محقق درجه 540 وما فوق، 60% يعني منها 50 60% تماما. تمام، في تفاصيل اخرى تتعلق بالدرجات لبقيه الاقسام ايضا لم نذكرها قبل ان هلا ننتقل ما لمحور في، اخر. لا باقي الامور طبيعيه، مثل 60% من ماده الاختصاص، العلوم حكينا عنها 60% من مجموع درجات المواد، نعم. يعني 540 من 900 هي لازم. بالنسبه قلت لك هلا معاهد اللغه الانجليزيه والفرنسيه لازم في امتحان اختبار قبول بأهله ليدخل المفاضلة، هي كلها نحن قبل المفاضلة. تمام. بقى هذا الاختبار بده يكون ب 18/9 يوم الأربعاء. تماما. رح نتابع حديثنا بتفاصيل أكثر بما يتعلق بمدة الدراسة خلال المعهد والمواد الإضافية اللي بيمتلكها أيضا الطالب أو بيدرسها الطالب ليمتلك هذه المهارات، لكن اسمح لنا أستاذ فيصل وأيضا مشاهدين أن نتابع هذا التقرير حول محور مادة اليوم ومن ثم أو تخصص مادة اليوم ومن ثم نعود. الآن صبحة خطاب، رئيسة قسم العلوم بمعهد إعداد المدرسين دمشق. أهلا وسهلا فيكي. بدنا نحن نتعرف اليوم منك عن قسم العلوم من حيث عدد الطلاب الشعب. عنا بالنسبة لقسم العلوم في معهد إعداد المدرسين عنا شعبتين، شعبة للسنة الأولى وشعبة للسنة الثانية. تعداد كل شعبة حوالي 30 طالب في كل شعبة يعني. تمام. شو آلية العمل بالمعهد؟ هلا هون تجهيز طلاب بعد ما نالوا شهادة التعليم الثانوي مشان يصيروا مدرسين في مرحلة التعليم الأساسي في مدارس دمشق، وطبعا وفي معاهد له فروع في كل مناطق سوريا بكل المحافظات. بتعرفي انت صار في نقص كثير بالنسبة للمدرسين في هاي المدارس مشان يعني
تغطية النقص في بعض أعداد المدرسين. خلينا نحكي شوي عن ساعات الدوام، كيف دوامكم؟ هلا دوامنا نحن بيشبه دوام المدارس، ونظام تقريبا نظام مدرسي، يعني بيبدأ الدوام من الساعة 8 الصباح وفي 7 حصص درسيات، بياخذوا مواد متعددة، كل قسم في له عدة مواد حسب، يعني مو بس عندنا قسم العلوم، في قسم الرياضيات، قسم اللغات، فكل قسم له مواد ومخصصات يعني انه بالنسبه للحصص، وفي مدرسين عم يتابعوا الطلاب خلال السنه، وفي كمان استاجات يقوم الطلاب بالعمل في المدارس، يعني انه بيعطوا دروس ليتدربوا مشان وقت يتخرجوا يكونوا قادرين على الوقوف في القاعه الصفيه. كيف عم تكون اليه الامتحانات؟ آلية الامتحانات كلياتها نحن عم نطبق نظام الامتحان المؤتمت بما يشبه التعليم الجامعي صراحة، يعني ما عم نعاملهم كتعليم ثانوي أو تعليم أساسي، هو يشبه التعليم الجامعي كثيرا بالنسبة لطريقة عرض الأسئلة، نظام الامتحانات، ترتيبها، توزيع الطلاب في القاعات، يعني بهالطريقة. أنا طالبة رزان أحمد محرز من قسم العلوم سنة ثانية. أهلا وسهلا فيك، احكي لي شوي عن المعهد، كيف عم تشوفي المعهد؟ أهلا، المعهد بشكل عام معهد مفيد جدا، ساعدنا بشكل عام لتطوير ذاتنا، وبالأخير نحن حنصير مدرسين، حنعطي طلاب ونخرج أجيال إن شاء الله متميزين ورائعين. شو هي المواد اللي عم تلاقوا فيها صعوبة؟ هلأ الصعوبة بشكل عام كانت صعوبة بالعملي أكثر من النظري بشكل عام، هي الموجود، يعني بحكم أنه الوجود الوسائل العملية مثل ما حكت الآنسة صفحة، الوسائل الحية غير موجودة، فعم يخلينا نوقف بهيك تفاصيل. كيف كانت نتائجكم بالفصل الأول؟ جيدة الحمد لله. إبراهيم نتوف. أهلا وسهلا فيك يا إبراهيم، احكي لي عن المعهد، كيف شايف المعهد، حبيته؟ هو المعهد عن جد كتير حلو وكتير مميز، وعندنا مديرة بتاخد العقل، فهو ساعدنا انه كمان ضلنا نجي لهون عشان نتعلم وناخد معلومات، لانه اخر شيء بدنا نطلع اساتذة ونخرج اجيال ان شاء الله هيك تكون كلياتها دكاترة ومهندسين ان شاء الله. اكيد واضح انه في تعاون بينكم وبين المديرة، احكي لي ليش انت اخترت المعهد؟ اخترت المعهد بانه اخر شيء بنطلع اساتذة، وأول شيء إنه كمان الدولة مكفلة فيه فوظيفتنا مأمنة، وهو يعني من أنا وصغير كان بدنا نطلع أساتذة مشان نطلع أجيال تكون مميزة بكل شيء. شو هي المواد اللي بتلاقي فيها صعوبة؟ المواد بشكل عام هي كلها عادية وما فيها صعوبة، بس كان في عندنا نقص إنه بالمواد الحية نعمل مثل التجارب أو ننزع على المخبر ونعمل، بس تفاديناها السنة الثانية. أهلا بكم من جديد، وأيضا أرحب بك أستاذ فيصل في هذه الحلقة. من مستقبلك خيارك، يعني قدمهم يكون الطالب فعلا متمكن من أدواته من معلوماته باختيار هذا التخصص بطريقة ذكية مثل ما حكينا بالبداية، ومعهد إعداد المدرسين يقدم له فرصة أيضا إضافية لكي يكون فاعل في بناء الجيل الذي نعول عليه الكثير. بما يتعلق أيضا بشروط التقدم، لدينا الشهادة الثانوية العلمي والأدبي، في أمور خاصة بالفرعين تختلف من فرع إلى آخر، ما هي؟ بما يتعلق بالفرع العلمي مثلا يحق له التقدم؟ الفرع العلمي يحق له التقدم بالاختصاصات الأربعة، الأقسام الأربعة، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، العلوم والرياضيات، حتى الرسم والموسيقى إذا كان مهتم. نعم. بالنسبة للأدبي أكيد ما بيحق له يقدم على العلوم ولا الرياضيات، يعني أدبي شهادته ما بيقدم على اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ومفاضلة الثانية تبع الرسم والتربية الفنية والتربية الموسيقية. تمام. بدي انتقل لسنوات الدراسة ضمن المعاهد. هذه السنوات يخضع فيها الطالب إلى مواد مختلفة إضافة إلى المواد التخصصية، ما هي؟ ومدة الدراسة هي سنتان. تماما. ما هي هذه المواد؟ مدة الدراسة في المعهد سنتان، كل سنة يحق للطالب سنتين فيها، إذا رسب فقط سنة. سنتين، يعني أربع سنوات. أربع سنوات مدة الدراسة كاملة. أربع سنوات، ومن المعهد العالي، من المعهد الأعلى للتقانة يحق له، من المجلس الأعلى للمعاهد التقانية يحق له سنة إضافية.
يعني إذا استنفذ الأربع سنوات بيأخذ سنة إضافية. بالنسبة للمواد، في مواد تخصصية أكيد وفي غير تخصصية. يعني المواد اللي غير تخصصية هي مواد يعني بتملك الطالب مهارات التواصل أيضا مع زملائه مع الطلاب، تتقاطع مع مواد يعني بسيطة ربما بالمحتوى العلمي لمواد التأهيل التربوي، دبلوم التأهيل التربوي. أكيد أحدها مثلا التدريب العملي، لازم يكون عنده يدخل على الصف، يعني هو مثلا السنة أولى تانية التانية بده يكون خلص من المعهد بده يروح يداوم بالمدارس. هون بده يعمل بريك آيس، بده كسر الحاجز، يعني يكون في عنده ثقة، بده يكون لما يفوت على الصف ما يكون يعني متوتر، بده يكون هذا كاسر الحاجز اللي بينه وبين الطلاب، عنده ثقة. هي التدريب العملي في كلية التربية وفي عنا بيدخل المدرسة، يعني في استاجات وفي امور كذا. كيف بيتم التنسيق مع كلية التربية؟ يعني بالنهاية يعني في اشراف موجود من قبلهم بتحضيرات لهذه الاستاجات مثل ما سميت حضرتك. هلا نحن بالنسبه لكليه التربيه في تعاون بوزاره التربيه، يعني بشكل عام بين وزاره التربيه وكليه التربيه، في يعني كليه التربيه جامعه دمشق مثلا تدخل بخضم عمل وزاره التربيه دائما. في المدرسين بالمعاهد هن من خريجي كليه التربيه؟ المدرسين هن الكادر، في عندنا كادر فني، الهيئه التدريسيه وفي الهيئه الفنيه. هلا الهيئه الفنيه طبعا كل لازم يكون فئه اولى وجامعيين، يعني الهيئة التدريسية لازم يكون اختصاص، يعني مثلا خريج جامعة دمشق باختصاص العلوم، خريج جامعة دمشق اختصاص اللغة الإنجليزية، لازم يكون في أولى بما يتعلق بالمواد التخصصية. تماما. والمواد الأخرى من كلية التربية بيضيفوا لهم مهارات إضافية 100%. طيب. يعني هي عبارة عن عملية تعاون بيننا وبينهم يعني بشكل دائم. أيضا من جانب آخر لدينا أعداد طلاب متفوقين أيضا بالمعهد، ما هي شروط المستقبلية لهم أو حتى مسارات الحياة الإضافية؟ بالنسبة لمعاهدنا، معاهد أعداد المدرسين، نحن الطالب بس خلص دراسته بالمعهد ملتزم، بده يلتزم بالصف، بده يداوم بالمدرسة. هلا انه يكمل دراسات بعدين او هذا بتوقع ما تعنينا، يعني انه لازم يكمل دراسة جامعية وكذا، نحن لحد الان ما عندنا. ممكن بالمستقبل يصير في خطوات مستقبلية دراسة انه طالب يعني خلص مثل سنتين، مثل المعاهد التقنية مثلا انه نسبة 3% او 5%، هذا الامر غير موجود بمعاهد نحن معنا اعداد المدرسين. نحن معاهد اعداد المدرسين الاربع اختصاصات، الرسم عفوا التربية الفنية ما فيها، التربية الموسيقية هي الوحيدة اللي فيها، انه الطلاب الاوائل على مستوى المحافظة يكمل دراسته بكلية الموسيقى او جامعة دمشق في اختصاص موسيقى او كذا. طيب في فرص عمل ايضا تنتظر الخريج غير معهد اعداد المدرسين، ممكن يكون في عنده شروط اضافيه مثلا أو اضافات؟ لا ما فقط بصير. انه لا. هو معهد ملتزم، ملتزم بقى بس خلص بده يلتزم، ما في يعني هي فرصته بده يدخل بعالم التدريس. وهذا يعني طالما كان موضوعا رغبة من البداية فأنت أخذت قرارك والاختيار التخصص الجامعي بهذا المسار. تمام. طيب بالنسبة لوزارة التربية، نحن دائما في كل عام يعني بيكون في تواصل أيضا مع المديريات والموجهين بالأسبوع الإداري لسد الشواغر، وهناك تنقلات مختلفة فبصير في عنا نقص. وزارة التربية هذا العام بناء على الأعداد التي موجودة والإحصائيات، في استيعاب لهؤلاء الخريجين ضمن معاهد وزارة التربية؟ طبعا 100% كاملا. احنا بالنسبة لنا قبل ما بالمفاضلة بنعمم على مديريات التربية، حاجة كل مديرية التربية مثلا دمشق طلبت 50 من الطلاب أو خريجين المعاهد حسب الاختصاصات، 50 أو 60 أو 100 مثلا. هون نحن لما بناخذ العدد بنرفع لمجلس الوزراء وبناخذ فيه موافقة، طبعا بتوجيهات سيد الوزير ناخذ موافقة، وبتجي الموافقة على العدد بقى نحن الخريجين كلهم بيدخلوا فورا التزام وبيداوموا. بالنسبة لمعاهد اعداد المدرسين كله له شغله، يعني كله بده يدخل الصف ما في يعني. اما بالنسبة للرسم قلت لك رسم موسيقى غير ملتزم، التربية الفنية الرسم والتربية الموسيقية غير ملتزم، ولكن احنا بالتربية الموسيقية ممكن ناخذ الاوائل. اتوقع هلا امبارح صدر مرسوم او كذا بتعديلها، مرسوم مصدر الجمهورية من 5% ل 10% الاوائل على الاختصاص بما يتعلق بالمعاهد التقنية معهد الرسم الموسيقى بياخذوا 10% ملتزم، يعني بعينوه
10% على مستوى كل محافظة. يعني طبعا في ميزة للمتفوقين تماما. وبالنسبة للمتفوقين ببقية الاختصاصات، الاختصاصات هو ممكن مستقبلا ندرس انه اذا ما كان في يعيق عمله بالتدريس كمدرس مدرس مساعد، اذا ما بيعطله بالمدرسة ممكن نلاقي حل مستقبلا وندرس وناخذ توجيه السيد الوزير، نرفع يعني حسب ما بيوجهنا السيد الوزير ممكن ناخذ توجيهات انه يكملوا دراستهم الجامعيه ممكن، ولكن هو عنده التزام 5 سنوات. هذا مقترح يعني موجود ممكن يتم الحديث عنه لاحقا. تماما، خطط مستقبليه. تماما. طيب يعني بكل عمل دائما هناك مجموعه من التحديات، ووزاره التربيه تثابر ويعني مشكوره اكيد كل الكوادر فيها لتذلل هذه الصعاب. ابرز التحديات اللي واجهتكم هذا العام ما هي؟ حقيقه هي وزاره التربيه يعني في طوال السنة ضغط مستمر، كان الامتحانات والتعيينات وبداية العام الدراسي ومستمر، عمل مستمر. بالنسبة لمعاهد إعداد المدرسين احنا في عنا هي مو مشكلة وإن شاء الله بيلتقى لحل مثل ما بيقولوا. وحتى لو كان في مشكلة، ما هو الهدف دائما أنه نحن عن جد عم نلاقي حلول، وهذا الأمر يعني فعلا مهم. تماما، مشكلة ولها حل أكيد يعني. فنحن في عنا نقص الكوادر، يعني الكوادر التدريسية والهيئة الفنية والتدريسية بمعاهدنا قليلة، ولكن احنا عم نتعاون مع مديريات التربية وبيزودونا او بيبعثوا لنا سد الشواغر اللي موجودة عندنا. ان شاء الله الامور محلولة باذن الله تعالى. تمام. بدي انتقل ايضا لجانب مهم، وهو الدورات التدريبية التي يخضع لها المدرس خلال العام الدراسي. كيف بيتم التنسيق والتحضير لها لتطوير هذه المهارات؟ قصدك أنت للمعاهد للطلاب، للطلاب للمدرسين. نحن الآن بمديرية التأهيل والتدريب التربوي. تمام. في عنا دائرة المعاهد، عنا دائرة التدريب المهني، وعنا دائرة المراكز التدريبية. تمام. كيف بيتم العمل على تطوير مهارات المدرسين ضمن هذه المراكز وهذه الدوائر؟ طبعا نحن هلا كل مديرية في الوزارة، مثلا إشراف التربوي التخطيط والتعاون الدولي، في مديريات مديرية التعليم، أي دورة تدريبية بتكون موجودة عندهم وبدهم يعني تصير الدورة بياخذوا موافقة من السيد الوزير طبعا بالتنسيق مع مديرية التأهيل والتدريب. كافة الأمور اللوجستية إن كان في مدربين ولا كذا، ومين بده يقوم برعاية الدورة، أحيانا في منظمات هي بتقوم بدعم، في شركاء موجودين معكم طبعا، هذا عن مديرية التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون معه. دائما في دورات مستمرة طوال السنة، طوال السنة بكل الاختصاصات، يعني أي دورة فيها حقيبة تدريبية، فيها اختبارات قبلية اختبارات بعدية، في أمور يعني بيستفيد منها أكيد المتدرب، وبينقل خبرته من الدورة اللي أخذها إلى على أرض الواقع إلى مدرسته، أو إلى إن كان موجه بيروح على بيدرب المدرسين الاختصاص. يعني بما يتعلق بطرائق التدريس يمكن أكثر الدورات بتكون موجودة، أو المناهج الحديثة تدريب المدرسين الجدد على اتباع طريقة التدريس الصحيحة. إحدى الدورات حاليا اللي عم تقوم فيها وزارة التربية بالتنسيق بينه وبين مديرية التخطيط والتعاون الدولي هي التدرب على الاختبارات المؤتمته. بالضبط. هذا الاختبار في هذا بما يتعلق بالمرحله الثانويه نتحدث. نعم تماما. حاليا هي عم تصير بوزاره التربيه، كانت مركزيا وانطلقت الى مديريات التربيه، وهي مستمره كل العام تقريبا لحتى يخلصوا تدريب كادر خلينا نقول الثالث ثانوي العلمي مثلا، او لانه الاختبارات هي بدها تكون للثالث ثانوي العلمي او الادبي. في شروط يعني بمن يتقدم لهذه الدورات، يعني حصرا مدرسي الشهاده الثانويه، ممكن يكون في عندنا اساتذه بالعاشر والحادي عشر هم الان عم بيحاولوا يكونوا بالسنوات القادمه مدرسين للشهاده، مسموح لهم ام حصرا مبدئيا هي لا فقط لمدرسين الاختصاص بالشهاده الثانويه كان علمي او ادبي فقط؟ يعني ممكن في السنوات القادمه يعني بتوجيهات السيد الوزير انه يكون الامتحان مؤتمت بينتقل لغير مراحل، يعني هلا في بتوقع 10 11 في شويه امتحان اختبارات بدها تكون مؤتمته، التاسع ممكن، ولكن احنا عم نحكي على البكالوريا حاليا اكثر من 70% من المواد بدها تكون مؤتمته في العام القادم، راح يكون دوره واحده بقى ان شاء الله بالتوفيق للجميع. إن شاء الله. نتمنى اكيد التوفيق للجميع ولوزاره التربيه بكل كوادرها ومفاصلها. يعطيكم الف عافيه، جزيل الشكر لوجودك معنا. الله يبارك فيك. كلمه اخيره ايضا تتوجه بها لطلابنا ولزملائنا بالميدان مع بدايه العام الدراسي، ونحن الان بدانا بالاسبوع الاداري والتحضيرات. تماما. هلا انا بالنسبه لطلابنا اللي عم يقدموا عنا هلا على المعهد، نتمنى لهم التوفيق والنجاح، ويكونوا اخذين بعين الاعتبار مساله الوقت، يعني لازم يكون
مثلا قدم اوراقه من 1 لـ 9 لازم يكون دقيق بهذا الموضوع ويتابع موقع وزاره التربيه. نحن كافه التعاميم او كافه الاختبارات الناجحين او علامات القبول بدها تكون على موقع وزاره التربيه. وفي عندنا موقع في ارقام اتصال موجوده على صفحه الفيسبوك كمان اللي عنده اي سؤال يحب يتواصل مع وزاره التربيه بالنسبه للطلاب يعني. نعم. بالنسبه للكوادر عندنا نحن بنتمنى له التوفيق. احنا فريق عمل واحد. رئيس الهرم مثل ما بيقولوا السيد الوزير هو حسب توجيهاته وان شاء الله يكون يعني الخير للجميع وللبلد. احنا تحت رعايه القائد يعني نتمنى التوفيق للجميع باذن الله تعالى. نتمنى بالفعل ان يلتزم الجميع بالعمل الجاد والمخلص لاننا بحاجه تمام. فعلا بهذه الاوقات لان نكون جادين باداء الرساله التعليميه وكل من موقعه. جزيل الشكر لوجودك معنا مدير التاهيل التربوي والتدريب الاستاذ فيصل الصالح، نورتنا. بارك الله فيك ونسرت فيك وشكرا لكل القناه التربويه الفضائيه وللكادر جميعا ان شاء الله. اهلا ومرحبا. بارك الله فيك. شكرا شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا لكرم المتابعة. دائما طلابنا الأعزاء أنتم أمانة في أعناقنا، واختيارك لهذا التخصص الجامعي بأن تكون على قدر المسؤولية هي الخطوة الأولى لنجاحك مستقبلا. كن واثقا بقدراتك وبنفسك واسعى بجدية لتحقيق هذا الحلم لتبني مستقبلك أولا والبلد ثانيا. كل الشكر لكم لكرم المتابعة ولفريق الإعداد. إلى اللقاء في حلقات قادمة.